ديوم انت تشري في التابونه لهنا ويضر في مشميدة في القروين بليش تابونه من المنشيه. هو صحيح في كل بلايص ثم تابونه، ما صاحبي شوش نحكم التابونه كيفاش جاتها سميد؟ ثم سميد متوفر في البلاد ومش مثلاش ايه كيفيه سنين متوفر العام الجاي كيفيه تو تابونه قد يسالش على السوم 500 فرنك 500 الزوال مازال يخلط على 500 طابونه ريتي غيري كان الكرهبه كاو اللي قاعده هي باهي المرميج نجم يخلط ياخذ الطابونه الدهان نجم ياخذ الطابونه توا هي في حد ذاتها تنجم تاخذ الطابونه ب 500 لا صاحبي مالك كيفيه توا هذه نتاع شقه الفطر نتاع شيء نتاع شهوه تبقينا اسكو مازال مواطن باش يخلط ياخذ كابونه ب 500 انت السؤال مازال مواطن يتشهى هذيك سؤال يتطرح من ناحيه اخرى انت 500 تتعدى وتاخذها تو اما طابونه ب 500 مازال تتاخذ خليني نمشي معاك نواصل الشر الفضيل في القيروان يقولون رائحة رمضان تشتمها إلا في القيروان في تونس صحيح كلام هذا وكيفاش وعليش قال الكلام هذا قيروان بلاد الصحابة قيروان عقبة بن نافع قيروان فتوحات الإسلامية فاهم اسأل أنت تاريخيا قيروان كيفيه وقيروان شنو فضلها على تونس ككل وشنو فضلها على المغرب العربي ككل فاهم قيروان عندها صيت حتى بين جميع الدول الأخرى المغاربية خاصة فاهم خاطر عليه تم معناها ريحة جامع عقبة بن نافع نستدعيك باش تمشي من بعد شقال الفطر وتمشي وتدور في جامع عقبة بن نافع فاهم هذاك عليه معناها القيروان مش على كيما الولايات الأخرين يقول زاد القيروان في كل ركن ومكان تستمع إلى القرآن طيلة شهر رمضان صحيح نظرا لكثرة المساجد اللي فيها من عاش قديش من المسجد الحقيقة ما فيها برشا مساجد وإن شاء الله ربي بعد علينا البالية باش ما تسكرش المساجد وكهو ربي بعد علينا كورونا آمين وهل لي رمضان وربي بعد علينا وربي بعد علينا الأغلياء كيفاش؟ وربي بعد علينا الأغلياء طابونا ب 500 فاهم كمان شر فضيل شر عبادة أكثر منه أكل صحيح شهر وربما نعود النفوس على الصبر صحيح شهر عبادات من ناحية لكن شهر شهوات من ناحية أخرى اللي عنده نجم يشي اللي يحب واللي ما عندوش يعمل دورة في المرشي ويروح بغض النظر على اللي قاعدين يروجوا فيه توا أما دينا سمح ودينا به وأكبر دليل كما عندكش من شق الفطر هاي معي للدار يعيشك والله جابوا لي شقان الفطر من القيروان مريقل الحمد لله الحمد لله يعطيك الصحة مرحبا بك مرحبا بك أنا مش قولك شي أذكار باش نقول لك خير كلام قيل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ثمش كلمات نجم توفي حق محمد صلى الله عليه وسلم علينا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم مهما مش نقول من كلمات ما نجمش ربي عز وجل يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر وما نفدت كلمات ربي زاد باللي مش نقول كلام على محمد صلى الله عليه وسلم مش تنفذ الكلمات وما نوفيش حق محمد صلى الله عليه وسلم على أمته هذه أنا نختم معاك اختصر بعشر كلمات على نبينا محمد لك أنت محمد نبي الأمة محمد المتواضع محمد الذي مات يوصي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد الذي يوصي على النساء محمد الذي سيقول أمتي أمتي يوم البعث محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله ومحمد أيضا يوصينا أن نتراحم فيما بيننا الرحمة في شر الفضيل الرحمة والمودة بيناتنا سامحنا ذك علاش جبت لك على الطابونة ب 500
جبت لك لهنا ما ننظرش للي عنده مدلك 20,000، ننظر للي ما عندوش، فاهم؟ صلى اللي عنده يتلفت للي ما عندوش. يختم بقول العمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يؤنب في نفسه يقول: ويحك يا عمر، ان تعثرت دابه باليمن وانا هنا بالشام لسألت عليها. هذا ميساج القيس سعيد وبرشا سياسيين. عمر يأنب نفسه على الدابة، أنت فمن بالك بالناس اليوم؟ عبيد سبحان الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأكلوا من الزبلة، عبيد مشردة، عبيد بل مش نحكي ما نجمش، بل مش نحكي ما نجمش. هك تدور أنت بالكاميرا وتشوف و تتفرج أنت في بلا قناع، تفرج يوجع قلبك. اسمع نصيحة ليك، امشي للأعماق، اغتنم القضايا الهامشية، شوف قضايا الشباب. الشباب اليوم نقول لك راهي خطيرة برشا، شباب كيف وكما هذا، شباب يجي يكره بلاده انت تمر عليها مرور الكرامة، مرايا طامة عظمى. امشي انت للقاوري، مثال القاوري نقولوا قاوري، شاب يقول لك بلادي، يقول لك نفديها بدمي بلادي، جي تونسي يقول لك بلادي من البلاد. هذه مشكله كبيره، فاهم؟ مشكله نحن كبيره. نرفع القضيه لكن من يجد لها حلول؟ من هي الاشكال، هي ديما القضايا مطروح بشتى انواعها، القضايا مطروحه لكن الحلول وين؟ الحلول وين؟ الاعلام ينبه، الاعلام ينبه، لكن زاد لازم يطرح هي جوهر القضايا الشباب، لازم يطرح زاد مع الإشكال، لازم يطرح الحل.